أود بداية بتقديم الشكر الجزيل للأخوات القائمات على تنظيم هذا الحفل واختياركم لي أن أقف أمامكم بتقديم هذه الأمسية التكريمية. أرجو التوفيق والشكر على ثقتكم. أهلا وسهلا بالجميع. مثل الكتاب مبنية من فصول، في كل فصل نكتشف آراء جديدة، في كل فصل نكتشف عالما كاملا مليئا بالأحداث والأفكار. كل فصل مكتوب بشكل منفصل قائم بحد ذاته، ولكن هو جزء لا يتجزأ من كل الكتاب. أما الآن سينتهي فصل آخر، ولكن كما يقولون لكل بداية نهاية، والنهاية هي دائما بداية لشيء جديد. أعزائي الحضور، يحضرني الآن وفي هذه الفترة من السنة موسم قطف الزيتون بشجرة الزيتون بالذات التي تذكرني بك أخت سهام لتعدد صفاتها وميزاتها الحسنة. صحيح أن الفترة التي جمعتني بك قصيرة، إلا أني عرفتك قبل ذلك بكثير من أحاديث أمي عنك وعن لطفك وتعاملك مع الجميع بمحبة وتساوٍ. شجرة الزيتون هي رمز للقوة والصمود، وهي أيضا رمز للتواصل، للسلام والإخلاص في العمل والتعاون. وهكذا أنت أوجدت طريقا خاص بك وفي منتهى الشفافية والاحترام، استطعت أن تدير النادي وأن تثبتين حب التعاون والتقارب بين عضوات النادي على مدار سنين طوال دون كلل أو ملل، بل بالعكس كنت دائما ملجأ ومرفأ للجميع. وأنا متأكدة أن لكل أخت من أخوات لها معك موقف أو ذكرى حلوة لن تنسى. لقد تعلمنا من تجاربنا في هذه الحياة أن لكل صاحب وظيفة بديل، ولكن الإنسان الذي يكمن بداخلك أخت سهام لا يوجد له بديل، فأنت كنت الإنسان الملائم في المكان المناسب. عزيزتي سهام، استمري في تطوير ذاتك والتقدم، فأنت في نهاية محطة من محطات الحياة. تقفين اليوم على عتبة أبواب جديدة، وأنت مزودة وغنية بالتجارب والتي تؤهلك بالاستمرار في العطاء لمجتمعك. فسيري عزيزتي مع قلب مفتوح تملأه السعادة الممزوجة بالقناعة. هنا بينكم في هذه المناسبة البهجة، وأشكركم على دعوتي لهذا الاحتفال السعيد. الإخوة والأخوات، المجتمعات الراقية هي التي تكرم أبناءها الصالحين، والذين يتركون بصمات نيرة على صفحات تاريخ شعوبهم ومجتمعاتهم، وذلك لكي يكونوا القدوة الحسنة والصالحة للأجيال القادمة. أحبائي، إن التكريم هو اعتراف بالجميل وتعبير صادق وعلني عن احترام وتقدير الشخص المكرم. ونحن اليوم وفي هذه الساعة نتواجد هنا لنعبر عن احترامنا وتقديرنا لما قامت به الأخت أم داود من أعمال صالحة وخيرة وعطائها اللامتناهي في عملها كعاملة اجتماعية في قسم الرفاه الاجتماعي لمجلس الرام المحلي. الأخوات والإخوة، بإدارتها الحكيمة لنادي النساء الذهبي، فكانت في الحالتين القدوة الحسنة للموظفة المخلصة صاحبة الضمير الحي والإدارية الحكيمة في إدارتها لهذا النادي المحترم. ونقول للأخت أم داود وبكل صدق وأمانة، إنك مع الأخوات العزيزات كسرت كل الحواجز العائلية والطائفية باحتضانك أخواتنا في نادي النساء الذهبي من جميع أطياف بلدتنا الحبيبة، وكنت الابنة البارة للمجتمع الراماوي،
وأعطيت الصورة الجميلة للرامة لكي تبقى وعلى الدوام القنديل الجليل النير في علمها وثقافتها ووحدتها. باسم جميع المخلصين والمحبين لهذه القرية الحبيبة نشكرك جزيل الشكر على خدماتك وإنجازاتك القيمة، ونتمنى لك تختلط علينا المشاعر والأحاسيس، فنحن لا ندري كوننا فرحين أم حزينين. نعم يا أخت سهام، لقد أصر أخواتي وإخواني من نادي الجيل الذهبي أن يقوموا بالاحتفال بك وتكريمك وتبجيلك كرمز شرف وأيقونة عطاء وشهادة اعتراف للخير والمودة والمحبة والسعي الدؤوب والكد والجد والقلق والاهتمام بكل ما يتعلق بشؤون المسنين بالبلدة. نعم يا أختاه، فأنا أعترف أمام الجميع أنك كنت المثل الأعلى، صنت العهد، خدمت النوادي بصدق وإخلاص وأمانة واستقامة متناهية. لقد كنت الحارس الأمين والراعي الحريص والدائم الكريم والواعظ الودود والخادم الشريف والمدير الذكي التي أعطت وبذلت كل الجهود والطاقات من أجل سعادة نزلاء النوادي. أخواتي وأخواني الأعزاء، إن الأخت سهام أدت رسالتها على أتم وأكمل وجه، لم تنم ولم تتقاعس لا سمح الله، لم تتوانى ولم تتهاون للمصلحة العامة. لقد كانت الأخت والأم والصديقة المتفهمة ذات العقل والذهن الواسع والنفس والروح الطاهرة وصاحبة الضمير الحي التي احتضنت كل عضو بين أمهاتنا هون والآباء كمان مع الطلاب، وفي خاصة بفترة الأعياد كنا دائما نعمل شغلات مشتركة. واليوم عم نخطط، كنا بالإدارة على إنه بدنا ندعيكم لفعالية معينة، فبقولوا لي بدنا نحكي مع سامي، بقولوا اليوم عندنا تكريم وبدنا نشوف معكم كيف بدنا نرتب فعالية معكم ومع الطلاب، كيف كل سنة عودتونا إنكم تيجوا وتعطوا البركة للمدرسة. بحب أقول لكم شغل واحد كمان بستشهدها من الكتاب المقدس، إنه أنتوا حجر الزاوية لإلنا إحنا وللرامي، لأنكم أنتوا اللي أسستونا وربيتونا وأعطيتونا، وإحنا سنستمر في هاي التربية اللي أعطيتونا إياها ونفتخر فيها. وإلكوا دور كبير كمان في تربية الشباب والشبيبة في الرامي، وإنتوا النموذج، انتو الفسيفساء الحقيقي لهذه البلد، انه احنا عائلة واحدة ونفتخر ونعتز فيكم ونقولكم شكرا انكم انططونا نكرم الاخت ونشاركوا بهذا الاحتفال، ونقول لك ربنا معك يحفظك ويرافقك. كيف حكوا الكل، لكل بداية في نهاية ولكن لكل نهاية في بداية، فمن نشوفك في البداية الجديدة بعطائك تستمر وفي محبتك لبلدك وتضلك ما يبقى للجميع، وكل عام والجميع بأخير. ذكريات كبيرة مش رح أنسى الأخت سهام، لأنه عشنا عمر مع بعض. بس للخير، ولا مرة أصدر شخصية لا سمح الله. للخير. الأخت سهام بدي أقول لك قصة صغيرة لإلك وللموجودين للحضور ده كله. فبدي أقول إنه في يروى إنه في أحد الممالك أو الدول كانت عادة بأن يغيروا الحاكم مرة في السنة، يعني كل إنسان ينتخبوه لسنة، بعد السنة عشان ما تكونش مشاكل كان ينفوه على جزيرة في البحر عشان يعيش هناك يكمل حياته. فمرة انتخبوا حاكم كان كتير حكيم، شو عمل؟ خلال هذه السنة اللي حكم فيها أي الدولة كان يعمر داخل الدولة ويبعث بالسفن يعمر في الجزيرة. فلما نفوه
لقى قدام الجزيرة عامري حكمها، فكان عنده دولة ثانية. وسهام في خلال حياتها عمرت في المكتب، عمرت في الرامي، في النوادي، عمرت الرامي، عمرت لمستقبلها كمان. فهي اليوم بتوقع انه كمان بتأمل انه قريبا تنضم للنادي كعضو فعالي في النادي او في الادارة، وتكمل من هناك المشوار، مشوار العطاء. فالانسان ما بتوقف عطاءه لا عند عمر ولا عند اي شيء ثاني. اذا عنده هو الرغبة والارادة والمقدرة بقدر يكون كل موقع كان موجود فيه. كمان سهام في الفترة الاولانية من حياتها عمرت عيلي نفتخر بها من المثقفين، زوج كتير محب وانسان معطاء، انسان اجتماعي ومعطاء، وابناء مثقفين خدمين للمجتمع. يعني استمر عطاءها كمان من خلال عائلتها. فلذلك احنا نتوقع انه مشوار العطاء هذا يستمر من الاخت سهام. يمكن تاخذ هدنه شوي تتريح، بس بعدين نتاكد مش راح تضل قاعده بلا كتر وغلبه. فتقول انه في شخص كرموه عملوا له حفله للتقاعد، كان حزين الزلمه، طلع عليه قالوا له بتطلع تنبسط تعيش حياتك، قال لي انا خايف من شغل الوسط. لاحظنا في النادي انه ناقص النسوان، ناقصها انه تطلع لبرا، انه تشم الهواء، انه تتثقف. فالاخت سهام بشطرتها اخذتنا رحلات كتيرة، بس كل رحلة كان فيها اشي نتعلمه. زرنا مصانع اسرائيل من الشمال للجنوب، فيش مصنع باسرائيل ما زرناهوش. مصانع شوكولاتة، مصانع مبيد، مصانع عرق، مصانع الدوبا، كله كله، مع زيارات، مع شرح، ودائما كانت تحضر لنا مرشدين يدلونا. مثلا انا شخصيا احلى مصنع رحت عليه كان مصنع الشومينتو، اشي عالمي، يعني اشي عالمي. رحنا كمان على الريفاينري قبل ما يسكروها، رحنا على الريفاينري بعد ما سكروها، رحنا على محلات الدينية كلها، درزية، مسيحية، إسلامية، في كل إسرائيل ما فيش محل ديني ما رحناش. وكانت دايما تحضر لنا سهام مرشد، ودايما على آخر وبأقل تكلفة، ولا مرة تخلينا ندفع قرش زيادة، دايما على القرش، ودايما تساعدنا إنه ما نضغطش على النسوان. رحنا كمان على محلات ثقافية، معهد فايسمان، رحنا على بنك إسرائيل، رحنا على الكنيسة، رحنا على على جامعة حيفا. ببنك إسرائيل مدير بنك إسرائيل أجا عملنا محاضرة، شافنا كوم نسوان خاف،
قال هدول مع المصاري اكيد بده يحط لنا. قالنا قبل ما تطلعوا كل واحد بده ياخذ 3000 شيكل. شو احنا كيفنا؟ بس طلعنا انطونا كل واحد 3000 شيكل مطحون، مصاري مطحونه، كل وحده فيها 3000 شيكل. شربونا المقلب 3000 شيكل. فأنت تستحقين كل الكلمات، وكل ما قيل وما يقال هنا لا يوفيك حقك، لأنك كنت مثال الآداب والأخلاق، مثال العطاء والتضحيات، مثال الحكمة والصبر والأمانة. أديت رسالتك بكل إخلاص ومحبة ووفاء، أديت واجبك بكل أمانة وصبر وانتماء. كنت فارسة في المهمات، راضية عند أداء الواجبات. عطاؤك كان مباركا، وتضحياتك كانت مثمرة. أيها الحفل الكريم، أتمنى للأخت سهام تقاعداً ميموناً، تقاعداً مليئاً بالهدوء والاطمئنان والاستقرار، مفعماً بالسعادة والصحة والتوفيق والنجاح. أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة نادي الجيل الذهبي للنساء على دعوتهن لي للمشاركة في هذه المناسبة الفريدة. واسمحوا لي أن أقول أن نادياً من هذا القبيل كان يستحق مسؤولة مثل سهام، وكانت سهام تستحق مثل هذا النادي. فبمناسبة الأعياد المجيدة أتقدم إليكم جميعاً بخالص التهاني القلبية، وكل عام وأنتم بخير. عرفناك أختا زميلة ناجحة دؤوبة، جدية وطموحة، تشع بريقا خاصا ليملأ المكان نورا وجمالا. اسمحوا لي يعني عن جد الكلمة نابعة من القلب ومتقدرة. هكذا كنت أم داود في مواقفك وعملك، وفي كل لحظة شاركت فيها الصديقات ظروفهم ومناسباتهم في الحياة وبكل ثقة وبدأب وتفاؤل. عرفناك أيضا وفية مميزة بأخلاقك النبيلة، فأحبك كل من عرفك. وهكذا صرت للجميع كل لقب يتضمن أسمى معاني الإنسانية، من صديقة أو أخت. من عرفك أم داود كان لك الاحترام والتقدير والمحبة، فجمعت حولك العضوات حقا كالزهرة التي تستحضر النحل من حولها، ولا سيما كلحن عذب يجذب المتذوقين إليه من كل صوت. كنت الكلمة الطيبة، الدواء الشافي، البلسم للروح. هيهات أن يأتي الزمان بمثلها، إن الزمان بمثلها لبخيله. نتمنى لك دوام الصحة وطول العمر، ونراك قريبا عضوة فعالة في هذا النادي الحبيب. وأخيرا كلمة شكر من القلب لعضوات اللجنة الكريمة اللواتي عملنا طيلة هذه الفترة بكل إخلاص ونشاط وتضحية. نتمنى لهن دوام العطاء، الصحة وطول العمر.
يعني، ولكن الواحد بيقدر يتجوزها ويعطي. انا بايد الاستاذ اسعد، الاخ اسعد، على العطاء واستمرار العطاء. للاخت سهام حكوا كثير وهذا، ولكن انا عندي كلمه صغيره بدي اقولها مش طويله. لقيت مقوله تقول: هناك بشر كاللؤلؤ النفيس، صحبتهم شرف ورفقتهم ضمان، والتواصل معهم حق، والدعاء لهم واجب. ها هي ام داود سهام. في جمله صغيره هون حاولت اكتبها: ام داود يا سهام، كلامك بالحق سهام، صوبتيها بحكمه للمحبه والوئام. الكل بيشكروكي بالثناء بذكروكي على قلبك الكبير اللي وسع هالانام. من القلب بدعولك تعيشي مع عائلتك بالصحه والهناء على مدى الايام، وبنستنى عام جديد والميلاد المجيد وتدق الاجراس للفرح والسلام. كل عام وانتم بخير. شيء من حقها ولو بجزء بسيط على ما قدمت. ستعود بي الاعوام للوراء لاكثر من 22 عاما منذ افتتح النادي النسائي في الرامة. عرفنا فيك نقاء السيرة، وكنت مثال للتآخي والتسامح بين الطوائف الثلاثة، ووضعت دستورا للنادي لا عائلية لا طائفية لا حزبية، أساسها المودة، وهذا سبب نجاح النادي. أم داود كانت ولا تزال قدوة للنساء خاصة ولمجتمعنا عامة، لأنها كانت حريصة على أن يكون أثرها في الناس محمودا وباقيا. فللنجاح أناس يقدرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه، ونحن نقدر جهودك، فأنت أهل بالشكر والتقدير. وبمناسبة الأعياد كل عام والجميع بألف خير. المحبة والتقدير والامتنان بما قدمتيه لنادي الجيل الذهبي خلال مسيرتك المهنية المشرفة. عزيزتي، بك تجلت وتجسدت أسمى معاني الإنسانية. فإن قلت عنك الأخت فأنت نغمة الأخت لنا جميعا، وإن قلت عنك المحبة فأنت رمزا للمحبة، وإن قلت عنك المعطاء فقد أثبتت أنك قمة في العطاء والتضحية، والشمعة التي تذوب لتنير دربنا دروبنا. وإن قلت عنك المسؤولة المخلصة فأنت كنت دائما وأبدا أهلا للمسؤولية والإخلاص، وإن قلت عنك المحبة الحنونة فأنت كنت لنا دائما الصدر الحنون والأذن الصاغية والعين الساهرة الساعية دوما لتقديم الأفضل لهذا النادي وعضواته. ولا أنسى بأن أشكر عضوات اللجنة الموقرات اللواتي ساندوك ومدوا يد العون لك ولنا دوما. أخواتي، كل الحب والتقدير والشكر لكن، وأتمنى من الله أن تبقين بصحتك وعطائك المتميز، وأن يبقى هذا النادي سائرا في مسار الأخوة والمحبة كما عاهدناه دوما. وكل عام وأنتم بخير. موفق. الصنوبر والسنديار،
تتسابق في فم الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم لك عقد السكر الذي لا يستحقه إلا أنت. إليك يا من بذلت وتعبت ولم تنتظري من أحد المنة والعطاء، فكنت شمعة أضاءت كل ما حولها بحنانها وعطائها، وكنت الصدر الكبير الذي وسع كائن من كان في هذا النادي الذي تملأه قصة كثيرة، منها الحزينة ومنها السعيدة، كتبت على وجوه هؤلاء النسوة، على خطوط وجوههن. كنت تشعري بكل واحدة على حدة، فتهبي لتخففي عنا ولو بكلمة أو حتى بلمسة على كتفينا، وتشاركين كل هم أو مرض. ليس هذا فقط، فنحن لم نشعر يوما إن هنالك تفرقة بين مسلمة أو مسيحية أو درزية، فبحكمتك ونقاء قلبك ووحدت كل الأديان، وكان ناديك يا سيدتي ناد دينه دين الحب والعطاء فقط العفوي الذي جاء من فوق السماء. وأنا إن قلت شكرا اليوم فشكري يوفيك، لن يوفيقك حقه. وأنا اللي أخذها من مكتب وزارة الرفاه الاجتماعي للتطور واللي كان لنا جزء كبير في من هذا العطاء ومن هذا التطور. الله يعطيك العافية ومبروك. وبدي أرحب بإدارة نادي المسنين بالأخ وليد إبراهيم اللي هو واحد من عزيزي النادي اللي تعامل معنا وتعاملنا معه، وفي كمان شخص اللي ما اعتذر وما اجى اللي هو الاخ جميل فارس اللي هو شوفيرنا اللي عن جد بنحبه وبحبنا وبحاول دائما يرضينا. اهلا وسهلا بالجميع. قالوا لي اليوم لازم تحكي عن ورقه. انا قلت اقدر ان تفرق بيني وبينكم حتى الورقه دي شفافيه. حطي الميكروفون. أنا بحكي دايماً من قلب للقلب. طوال 22 سنة ما مسكت ورقة، واليوم بهذا الموقف مش رح أرجع وأمسكها، لأنه بحسها مش رح توقف بإيدي لحساسية الموقف. و بالفعل أنا مش عارفة منين أبدأ وكيف أبدأ. بدي أشكركم كلكم، ما فيش عندي شو أقول إلا إنه الشخص العادي والأم لما بتخلف طفل وبتكبره بتكبره بتكبره بده يصير عمره 22 سنة أكيد تتمنى له كل الخير، وتتمنى من كل المجتمع يهتم فيه ويحافظ عليه. أمنيتي الوحيدة إنه بالفعل تحافظوا على هذا المولود كبلد كمجلس كعضوات، ما تخلوا النادي يخرب. رجاء رجاء إذا أنتوا بدكم ترضوني وبدكم تخلوني سعيدة ومبسوطة حافظوا على هذا النادي. هذا النادي مش إلي، مش رح أخده معي عبيتنا، هذا إلكو للبلد للمجتمع كله. فأنا مش تارك النادي لأني زعلاني أو لأني اتخنقت مع فلان أو عملت مشكلة أو أجمل، لا، أنا تارك النادي لأنه لا يحق إلا صح إلا الصحيح، وأنا وصلت مرحلة اللي لازم عن جد أعطي المجال لغيري حتى يكمل المسير. النادي إلكو، إذا أنتوا بتكونش تحافظوا عليه ما فيش حدا تاني بيقدر يحافظ عليه. إحنا فيش عندي أنا إيش أقول بهذا الموقف غير الدستور اللي إحنا أسسناه وكتبناه مع بعض بزمانه اللي بيحكي عن أهمية. يمكن واحدة من معاملتي معاها ومن التعليقات اللي قمنا مع بعض فيها في شغلة واحدة لفتت انتباهي بالنسبة للأخت سهام، انه لما كنا نحكي على فعاليه معينه، انا بعرف انه هي كانت موظفه في المجلس، بس لما كانت تعمل فعاليه كانت تحكي يعني معي بشكل انه الاشي إلها ومن القلب، ما كنتش تشعر انه هي موظفه،
كانت تعمل إشي كأنه الإشي إلها لإخواتها لبلدها، وهذا كان يشجعني أنا أترك الشغل وأجي لهون ونعمل محاضرات ونعمل فعاليات. وكثير هي يعني إلى فضل رأي اللي هي كانت تشجعني إن أنا أعمل من منطلق من حبها للإشي بدون ما الشعور إنه هي آخر الشهر بتقبض مصاري ولا لا. فكل احترام لك، بتمنى لك الصحة والسعادة. طبعا نشكر كمان كل واحد اللي وقف معك. أنا بدي أذكر كمان كلمة بالنسبة لأبو ثائر اللي كنا نتوجه له في فعاليات معينة، كان له دور كبير للدعم الفعاليات اللي كانت تكون في النادي اللي أنا بشكل شخصي كمان تعاملت معه. فكل الصحة والسعادة لك وللعائلة ولكل الإخوة الموجودين هون. نتمنى تضلكم كلكم في هاي الجو اللي هو جو محبة وألفة وإنسانية اللي بلم من كل الأطياف في البلد. يا ريت كل البلد تتعامل مع بعضها كيف أنتم بتتعاملوا بعضكم في النادي. كل الاحترام لكم. فأخيرا كل عام وانتم بخير. بالنسبة للأعياد الجاية نتمنى للكل الصحة والسعادة. شكرا. بقول لك يا أم داوود يا لابس جاكيت خضراء بلون اللوف وزرارها من ذهب وديالها مكلوف، وإن فتي على النادي منوقف لك صفوف صفوف لأنك أصيلة وسيرتك في البلد معروف. يا إم داوود شعرها على راسها كداس كداس ومدبل عيونها من غير نعاس، شبهت خدودها لحبة الأناناس والعذراء إم النور تحميها من عيون الناس. فهنغني جايزك.